وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد مخلوف الكاتب الصحفي بمجلة آخر ساعة. أستاذ محمد، بعد التحية، لعلك تابعت معنا الجزء الأول من المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كيف تابعت الأرقام والإنجازات التي تمت خلال عام منذ إطلاق هذا التحالف؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. طبعا التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أنا يعني عمل وقام بدور تاريخي وعظيم، وطبعا ده ثمار عام الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عام المجتمع المدني. يعني دي تعتبر أحد ثمار العام، وهو تكوين هذا الكيان الكبير العظيم الذي يقوم بدور إنساني. طبعا التحالف عمل مجهود كبير خلال هذا العام، وشفنا نماذج صغيرة أو قليلة من النماذج الكبيرة اللي عملها في مختلف المحافظات وفي مختلف النجوع والقرى، يعني قدر يوصل لكل المواطنين والأكثر احتياجا ولجميع الفئات في مختلف المحافظات. طبعا الإنجازات أو المساعدات اللي قدمها بتشمل مختلف القطاعات، سواء في مجال الصحة أو في مجال السكن أو في مجال الدعم المادي أو بخلاف أو في مجال توفير فرص العمل في مختلف القطاعات. طبعا لو اتكلمنا بصفة عامة، احنا بنتكلم دلوقتي في تغييرات جذرية بتولد في عالمنا المعاصر، سواء في التحديات التي تواجه العالم أو في المؤسسات التي تخطط لمواجهة هذه التغييرات. طبعا كل ده بيفرض تحديات جديدة على الدول والمجتمعات مواجهتها والعمل على التخطيط لإدارة الأزمات. طبعا موضوع التنمية المستدامة ده موضوع حيوي وهام ومؤثر في حياة البشرية والإنسانية، وهي يعني تنمية مستدامة للموارد المادية أيضا وكذلك للعنصر البشري. طبعا الموضوع إنشاء ووجود كيان يجمع العمل الأهلي موضوع مهم جدا ولازم كان يكون موجود من زمان، لكن صاحب هذه الفكرة هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي فكرة إنسانية من الدرجة الأولى. نعم، 2023 سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني أشار إلى ضرورة العمل بشكل أكثر وضرورة المساهمة أيضا بشكل أكبر في صندوق هذا التحالف للوصول إلى عدد أكبر من المواطنين، لأن الأزمة ربما تستمر أكثر من عام 2022. بالفعل لابد من مضاعفة الجهود، لأن احنا بنتكلم عن وجود أزمة بتعاني منها ليس مصر فقط لكن يعاني منها العالم أجمع، وهي يمكن أزمة الأولى من نوعها في على مستوى التاريخ، ومصر ليست سببا أو طرفا فيها، لكن مصر أحد الدول أو أحدى دول العالم التي تدفع الثمن. وعايز أقول لحضرتك يمكن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر، مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي ووجودها، وأيضا إنجازات. يوميا نرى مشروعات وافتتاحات في مختلف المحافظات لتوفير فرص عمل، مشاركة القطاع الخاص، كل ذلك يؤكد أن مصر حققت نجاحا كبيرا على مختلف القطاعات. وإحنا شفنا حجم الاستثمارات اللي الدولة ضاعفت حجم الاستثمارات رغم هذه الأزمة، ولولا وجود خطط وتخطيط مسبق لكان الأمر أكثر تعقيدا وصعوبة، لكن نتفائل الخير، ولا بد أن نأخذ الأمور والبيانات من الجهات الرسمية وعدم الانطياق وراء الشائعات. فالدولة نجحت في تجفيف منابع الإرهاب وضبط العديد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي وتقديم المحاكمات، ده طبعا أفقدهم القدرة على القيام بأي عمليات على الأرض، وعادت مصر واحة للأمن والاستقرار بفضل جهود قواتنا المسلحة والشرطة المدنية وتضحيات شهدائنا الأبرار. طبعا ده خلى جماعات أو أهل الشر يلجأوا لأسلوب رخيص، وهو نشر الشائعات بهدف فقد الثقة ولكن والتشكيك في المردود الإيجابي للإنجازات غير المسبوقة التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات. لكن كل تحركاتهم باءت بالفشل، لأن الشعب المصري أصبح على درجة كبيرة من الوعي ويدرك أن هذه مجرد محاولات يائسة من تنظيم إرهابي فقد القدرة على القيام بأي عمليات على الأرض، فلجأ إلى أسلوب التشكيك لهدم جدار الثقة بين الشعب والقيادة. لكن طبعا السيد الرئيس وجه رسالة طمأنة كعادته
وبأن مصر قوية ومستقرة، ولكن يجب أن يعي المصريون أن الدولة وكافة مؤسساتها تقف خلف شعبها. أستاذ محمد، في سياق ذكرك للدولة وجهود الدولة والمشروعات التي تقوم بها الدولة ويفتتحها السيد الرئيس كل فترة، أيضا على الجانب الآخر المجتمع المدني. السيد الرئيس أيضا أكد أن المجتمع المدني له دور مهم لا يقل أهمية عن دور الحكومة، ويساند الحكومة في تخفيف العبء على كاهل المواطنين الأكثر احتياجا. مسألة التنسيق والتنظيم والتعاون ما بين مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة، وهي مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والحكومة بجهاتها المعنية المختلفة، لدينا وزارة التضامن، لدينا أيضا قاعدة بيانات يحصل عليها هذا التحالف للوصول إلى هذه المناطق. مسألة التعاون والتنسيق ما بين الجهات المختلفة كيف تراه؟ أرى أن هناك تناغم وتنسيق كبير بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة، فهم يعتبروا مثلث التنمية. يعني يعد المجتمع المدني أو يضم مجموعة من التنظيمات أو المؤسسات التطوعية المستقلة ذاتيا غير الربحية، والتي تمارس عملا محددا ينطلق من قواعد فكرية محددة وفق رؤية محددة، وطبعا ده مرتبط بتحقيق منافع ومصالح للمجتمع ككل وليست مصالح شخصية. طبعا كل ده بيصب في هدف واحد وصالح واحد، وهو تحقيق التنمية المستدامة.